السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. أرجو لو الصوت واضح نضغط رقم 1. سنبدأ بإذن الله الحلقة 13 من برنامج 30 صفحة في 30 يوم. يا ريت لو أي حد عنده مشكلة في الصوت يعني يعمل ريفرش للصفحة. لو في مشكلة في الصوت عند أي حد يعمل ريفرش للصفحة، وإن شاء الله الصوت هيتظبط. طيب، النهاردة بإذن الله الحلقة 13 من برنامج 30 صفحة في 30 يوم. البرنامج اللي كنا بدأناه من أول شهر رمضان مع صور الإسراء والكهف ومريم. الحمد لله، بفضل الله انتهينا من سورة الإسراء، واليوم بإذن الله سننتهي من سورة الكهف، وسيتبقى معنا سورة مريم. في البداية يعني أتمنى إن كل من شارك معنا من بداية البرنامج أو حتى بعد بداية البرنامج يكون استفاد من حلقات القرآن، يكون استفاد من دروس التجويد، على الأقل يكون حفظ ولو أجزاء من الصور اللي احنا بناخدها هنا في الحلقة. يا رب يقدر ان هو يكمل الصور دي حتى لو هو متأخر في الحفظ، متأخر في الحفظ مثلا محفظ حاجات في سورة الإسراء او محفظ اجزاء في سورة الكهف، يقدر ان شاء الله ان هو يكملها بعد البرنامج بإذن الله. اهم حاجة عايزين نطلع بيها من البرنامج ان احنا نكون حسننا القراءة بتاعتنا بشكل عام، وده هو الهدف الأساسي من حلقات القرآن في رمضان. الهدف أكتر منه إن أنت تحفظ، ده طبعا ده هدف، لكن الهدف الأساسي هو إن أنت تتحسن قراءتك للقرآن بشكل عام. معرفش انتوا يعني عرفتوا، احنا كنا أعلنا في أول رمضان عن جوائز لكل من سيشارك معنا بالحفظ خلال البرنامج. الجواز دي انا قبل ما ادخل المحاضرة برضو عملت موضوع جديد على الفيس للتذكير بالجوائز. الجوائز ان شاء الله هتكون لكل المشاركين معنا، من حقهم انهم يدخلوا المسابقة دي، كل من شارك معنا ولو على الاقل بحضور حلقتين. يعني شرط اساسي ان شاء الله لدخول المسابقة ان انت على الاقل تكون حضرت حلقتين. احنا عارفين ان في ناس كتير حضرت حلقة يعني فاتت منها حلقات او عرفت عن البرنامج متأخر، فبصراحة احنا يعني مرضناش ان احنا يعني نخلي الشرط اصعب من كده. يعني على الاقل تكون حضرت معانا حلقتين في البرنامج. احنا السيستم عندنا، النظام عندنا هنا في الاكاديمية، السيستم اوتوماتيك بيسجل الحضور، بيسجل الحضور. فان شاء الله هنعلن عن ميعاد المسابقة في اخر رمضان، هنعلن في اخر رمضان عشان تكون كل برامج القرآن انتهت بإذن الله. ففي آخر رمضان هنعلن لكم عن موعد المسابقة بإذن الله. المسابقة هتكون جوائزها المركز الأول 300 جنيه، والمركز الثاني 200 جنيه، والمراكز من المراكز من الأو من الثالث للعاشر مبلغ 100 جنيه. تمام.
جهت 21. لو في مشكلة عندك في الصوت أرجو إن أنت تعمل ريفرش للصفحة. أرجو أيضا من كل من يدخل معنا الحلقة بالاسم الافتراضي جيست كذا، ان هو او الضيف كذا، ان هو يغير الاسم دوت لأي اسم يختاره حتى يسهل التواصل معه بإذن الله. يعني دي حاجة عايزين ان احنا نتعود عليها دايما، نتعود عليها دايما، ان احنا واحنا داخلين اي محاضرة، اي محاضرة اول حاجة نعملها ان احنا نغير الاسم الافتراضي جيست كذا، نغيره لأسمائنا. ليه؟ لانه ان شاء الله في اي دورة بعد كده حضرتك هتيجي تطلب مني في نهاية الدورة شهادة، سواء كان مثلا دورة فوتوشوب او ويب ديزاين او اي برنامج من البرامج اللي احنا بنقدمها، هتيجي تطلب مني في اخر البرنامج شهادة. هقول لك انا لازم اتاكد ان انت كنت من الحضور في البرنامج في الدورة دي. فهرجع لي السجلات عندي في السيستم عشان اتاكد ان اللي بيطلب شهادة دوت كان حاضر معايا فعلا في الدورة. فانا لو رجعت ولقيت جست دي لا تعبر ابدا عن اي شخص، تمام؟ فارجو ان احنا دايما نتعود ان اول حاجة نعملها اول ما ندخل المحاضرة ان احنا نغير اسمائنا الافتراضية لاي اسم تختاره حضرتك. الافضل ان هو يكون قريب الى اسمك، وتثبت هذا الاسم خلال محاضرات الدورة عشان يتسجل عندنا في الحضور في السيستم ان حضرتك حضرت محاضرات بالعدد المطلوب، تمام؟ احنا في السيستم عندنا زي ما بقول لحضراتكم بيتسجل اوتوماتيك امتى ايه حضرتك حضرت محاضرات ايه، دخلت امتى، خرجت امتى، تمام؟ طيب نرجع تاني لموضوع الجوائز. الجوائز عندنا ان شاء الله هتبقى 10 جوائز. المركز الاول 300 جنيه، التاني 200 جنيه، المراكز من الثالث للعاشر هتبقى 100 جنيه. ان شاء الله المسابقة هتكون لكل البرامج اللي كانت عندنا في شهر رمضان، سواء كان برنامج 30 صفحة في 30 يوم، او كان الحلقة الخاصة بالاستاذ محمد دابة، حلقة سورة البقرة. ان شاء الله في نهاية شهر رمضان سنعلن لكم عن موعد هذا الامتحان، لكن في الغالب موعد هذا الامتحان سيكون في الاسبوع الثاني بعد العيد، الاسبوع الثاني بعد العيد، علشان ندي فرصة اكبر لكل من هو متأخر في حفظ اجزاء من المقرر ان هو يقدر ان هو يعوض ويحفظ الاجزاء المتبقية له، تمام؟ طبعا هنطلب من الناس، ده هيكون خلال صفحة الفيس، دايما تتابعونا على صفحة الفيسبوك. هنقول قبل الامتحان مثلا باسبوع من يريد التقدم لمسابقة القرآن الكريم يكتب اسمه. هتبدأوا انتوا بكتابة اسمائكم تحت التعليق كتعليقات تحت التوبيك دوت على الفيس. كل واحد هيكتب اسمه والاسم اللي كان بيحضر بيه في المحاضرة. لو هو كان في ليه اسم كده هوت يعني زي لبيك ربي مثلا، يبقى هيكتب يقول انا اسمي كذا والاسم اللي كنت بحضر بيه الحلقات لبيك ربي، تمام؟ والمجموعة دي اللي هتطلب دخول المسابقة هيحدد لها امتحان، وان شاء الله هيتم اختيار الفائزين بإذن الله. وطبعا احنا كلنا فائزين بقراءة القرآن، وكلنا فائزين بتصحيح القراءة، لكن ده نوع من التشجيع للحاضرين، تمام؟ ان شاء الله التسميع في الحلقة هيكون يعني زي المحاضرة، زي ما بنسمع هنا في الميعاد بتاع الامتحان. هنبعت لكم لينك دخول المحاضرة، هتدخلوا وبحسب ترتيبكم هنبدأ ان احنا ندي لكل طالب امكانية المايك، وهيبدأ الشيخ اللي هو غالبا هيبقى الاستاذ محمد دابة هو اللي هيمتحن الجميع، سواء كانت الحلقات في البرنامج دوت او في البرامج الاخرى. هيبدأ ان هو يديله الامكانيات المايك ويوجه ليه الاسئلة ويستمع منه، تمام؟
غالبا هتكون في حدود 3 أسئلة، وكل سؤال هيبقى لي عليه درجة، وهنجمع الدرجات دي ونرتب الناس حسب الدرجات ونحدد المراكز بإذن الله. تمام. في أي كده استفسار قبل ما نبدأ في الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ طيب النهاردة بإذن الله هيكون معانا تكملة لسورة الكهف من الآية 71 حتى نهاية السورة. بالنسبة للتجويد، أنا طبعا يعني كنت أتمنى إن أنا أبدأ اليوم في درس أحكام المد، لكن للأسف يعني الوقت جري بيا في النهار، ما قدرتش إن أنا ملحقتش إن أنا أحضر لكم الدرس. فإن شاء الله هيكون معانا النهاردة تدريبات وعلى ما سبق دراسته، وإن شاء الله هنستكمل دروس التجويد الجديدة من الحلقة القادمة بإذن الله. احنا الحلقات الباقية لينا احنا تقريبا هتبقى حوالي 3 حلقات او 4 حلقات اللي هناخد فيهم سورة مريم، غالبا هيبقى اخر يوم لينا هو يوم 27 ان شاء الله. تمام. حلقات الاستاذ محمد دابا انتهت لحد الربع العاشر من سورة البقرة، لان ميعادها الساعة 12:30، وده هيبقى ميعاد يعني هيبقى فيه في العشر الاواخر هيبقى فيه صلاة تهجد، فهيبقى من الصعب ان انتوا تحضروا مع سورة البقرة، لكن هو انتهى لحد الربع العاشر من سورة البقرة، وهو دوت ان شاء الله اللي هيكون المقرر ليكم اللي هتدخلوا بيه الامتحان باذن الله. تمام. بالنسبه اللي عندنا، لا احنا ان شاء الله هنكمل البرنامج بتاعنا للنهايه لحد نهايه سوره مريم باذن الله. طيب هنبدا باذن الله، نفتح المصاحف على سوره الكهف ابتداء من الايه 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي
جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب هنبدأ نستمع لحضراتكم. طيب باشمهندس أشرف دايما جاهز بالمجموعة اللي معاه ما شاء الله مجموعة الباشمهندسين كلهم اللي معاه. طيب يا باشمهندس أشرف هنبدأ من عندك. اتفضل يا باشمهندس سعيد. شكرا. اتفضل يا باشمهندس سعيد ابتداء من الآية 71. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. باشمهندس سعيد جزاك الله خيرا. انا بس عايزك تاخد لبالك من احنا الدرس دوت احنا بنحاول ان احنا الحاجة دي ان احنا نظبطها من الحلقة السابقة وهي موضوع قلقلة الحروف اللي هي غير حروف القلقلة. تمام. انا مش عايز حضرتك تقول مثلا يرهقهما طغيانا وكفرا وأما من آمن وعمل صالحا. لا مش عايز. هنا برضو مش عايز برضو حضرتك تقول آتوني أفرغ عليه قطرة. احنا قلنا الحروف التي تقلقل هي حروف قطب جد فقط الخمس حروف دي. اي حرف غيرهم لو جه عليه سكون ما اقلقلهوش. لا ده انا اخد لبالي ان انا ابقى ثابت اثناء النطق بالحروف دي. انا هخلي حضرتك تكمل بس عايز حضرتك تسمع مني الايتين الاخرانيتين دول. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى
فإذا جعله نارا قال آتوني أفرغ وليس أفرغ لا أفرغ عليه قطرا. تفضل يا باشمهندس. أكمل ولا أجيب الأتين دول لحضرتك؟ أجيب الأتين دول لحضرتك. تفضل كمل. لا اتفضل قول الايتين وكمل. قال إني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. خيرا يا باشمهندس سعيد. لا الصوت كان واضح طبعا كنا سامعين حضرتك جزاك الله خيرا. و يعني انا بس عايزكم تركزوا في المعاني الجميلة خاصة في العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف. يعني معاني كلها جميلة. يعني أنا عايزكم دايما وانتم بتقرأوا القرآن تستمتعوا بقراءة القرآن تستمتعوا بمعاني. المعاني جميلة جدا. يعني احنا مش عايزين بس نقعد كده نقعد نقول ونكرر في الآيات من غير ما احنا عايزين كمان قلبنا هو اللي يسمع. تمام. فمعاني فعلا من اجمل المعاني الموجودة. معاني فعلا يعني مؤثرة خاصة في العشر ايات الاخيرة من سورة الكهف. كمان سورة مريم ان شاء الله اللي هنبدأ فيها من الحلقة القادمة هي سورة من اجمل سور القرآن. فانا عايزكم دايما تستمتعوا بتلاوة القرآن مش تتلو القرآن والنهاردة ختمت جزء النهاردة خلصت جزء. لا كمان ركز في المعاني ركز في المعاني. انا للأسف برضو من ضمن الحاجات اللي عملتهاش الحلقة دي احنا كنا بدأنا من الحلقة السابقة عملنا كده تجربة ان احنا كنا جبنا تسجيل للمقرر بتاع اليوم او مقرر الحلقة بصوت الشيخ مشاري راشد. كان الحلقة اللي فاتت كنا استمعنا للصوت الخاشع دوت
النهارده للاسف برضو معناش التسجيل دوت. ان شاء الله ابتداء من الحلقه القادمه في سوره مريم هنرجع الموضوع ده معانا. انا كان وصل لي فيدباك ان كان الصوت عالي جدا عند الناس وخضهم. ان شاء الله انا هنظبط الصوت المره الجايه بحيث ان هو ما يبقاش عالي قوي زي ما كان الحلقه السابقه ان شاء الله. طيب جزاك الله خيرا يا باشمهندس اشرف، انت وزملائك. مين تاني هيقرا يا جماعه؟ مين تاني هيقرا؟ طبعا معانا الاستاذ احمد، غالبا هو احمد. لبيك يا ربي. انا متابع حضرتك في حلقة سورة البقرة، هو تقريبا ممكن يكون هو الشخص ولا مش هو، انا مش عارف، بس غالبا حضرتك بتحضر تقريبا مع الاستاذ محمد دابا، ويعني ما شاء الله من الناس المنتظمة. لو كان هو فعلا احمد لبيك يا ربي. طيب تمام بالظبط كده. طيب انا هدي لحضرتك المايك استاذ احمد. احمد تفضل يا استاذ احمد. خيرا يا باشمهندس سعيد. لا الصوت كان واضح طبعا، كنا سامعين حضرتك. جزاك الله خيرا. و يعني انا بس عايزكم تركزوا في المعاني الجميله، خاصه في العشر ايات الاخيره من سوره الكهف. يعني معاني كلها جميله. يعني انا عايزكم دايما وانتم بتقرأوا القرآن تستمتعوا بقراءة القرآن، تستمتعوا بمعاني، المعاني جميلة جدا. يعني احنا مش عايزين بس نقعد كده نقعد نقول ونكرر في الآيات من غير ما، احنا عايزين كمان قلبنا هو اللي يسمع. تمام؟ فمعاني فعلا من اجمل المعاني الموجودة، معاني فعلا يعني مؤثرة، خاصة في العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف. كمان سورة مريم إن شاء الله اللي هنبدأ فيها من الحلقة القادمة هي سورة من أجمل سور القرآن. فأنا عايزكم دايما تستمتعوا بتلاوة القرآن، مش تتلو القرآن والنهاردة ختمت جزء، النهاردة خلصت جزء، لا كمان ركز في المعاني، ركز في المعاني. انا للاسف برضو من ضمن الحاجات اللي ما عملتهاش الحلقه دي، احنا كنا بدانا من الحلقه السابقه عملنا كده تجربه ان احنا كنا جبنا تسجيل للمقرر بتاع اليوم او مقرر الحلقه بصوت الشيخ مشاري راشد. كان الحلقه اللي فاتت كنا استمعنا للصوت الخاشع دوت. النهارده للاسف برضو معناش التسجيل دوت. ان شاء الله ابتداء من الحلقه القادمه في سوره مريم هنرجع الموضوع ده معانا. انا كان وصل لي فيدباك ان كان الصوت عالي جدا عند الناس وخضهم. ان شاء الله انا هنظبط الصوت المره الجايه بحيث ان هو ما يبقاش عالي قوي زي ما كان الحلقه السابقه ان شاء الله. طيب جزاك الله خيرا يا باشمهندس اشرف، انت وزملائك. مين تاني هيقرأ يا جماعه؟ مين تاني هيقرأ؟ طبعا معانا الاستاذ احمد، غالبا هو احمد لبيك يا ربي. انا متابع حضرتك في حلقة سورة البقرة، هو تقريبا ممكن يكون هو الشخص ولا مش هو، انا مش عارف، بس غالبا حضرتك بتحضر تقريبا مع الاستاذ محمد دابا،
ويعني ما شاء الله من الناس المنتظمة، لو كان هو فعلا احمد لبيك يا رب. طيب شد ولا سكون؟ تمام تمام بالظبط كده. طيب انا هدي لحضرتك المايك استاذ احمد. اتفضل يا استاذ احمد. تمام. استاذ احمد، طبعا يعني هو في توصيه كبيره قوي على عليك من الاستاذ محمد بابا، فانا يعني لازم اجتهد برضو معاك، فارجو ان يعني مقاطعتي ليك اثناء التلاوه ما تبقاش يعني مزعجه ليك. انا بيبقى هدفي دايما ان انا يعني اتوصى بالطالب معايا واصحح له. انا بس عايز حضرتك تركز معايا في درس سهل جدا من دروس التجويد اللي احنا اخدناها، والدرس ده فعلا بيدي يعني شكل تاني للقراءة بتاعتنا، وهو درس سهل، درس القلقلة. تمام. اي حرف من حروف الخمسة، حروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، عليه سكون، سواء كان السكون دوت اصلي في الكلمه او كان السكون دوت عارض بسبب الوقف، بعمل قلقله للحرف. قلنا قبل كده ايه يعني معنى كلمه قلقله؟ يعني بعمل ذبذبه في الحرف بتميل الى الفتح. عشان اعرف اساعد نفسي ان انا اجيب القلقله صح، هعمل للحرف اضطراب او ذبذبه، الذبذبه دي تميل الى الفتح، تميل الى الفتح ولكنها ليست فتح، ليست فتحه وليست الف، هي تميل الى الفتح. تمام. فاسمع مني كده الايات دي. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها. شايف القاف فيها ذبذبه تميل الى الفتح، اخرقتها. نفس الكلام، لقد جئت، لقد جئت. تمام. نفس الكلام في الآية، في آخر الآية اللي بعدها، لن تستطيع معي صبرا. تمام. قول كي لا صبرا، الباء هنا هوت عليها سكون، سكون. السكون دي حرف الباء عليه سكون، يبقى اذا يقلقل لانه من حروف قطب جد. تمام. هقول صبرا. تمام. جرب كده قول صبرا، قول صبرا بس. قال الم اقل لك انك. تمام. قول كده قال اخرقتها. بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى اذا. تمام. اخرقتها، لكن مش عايز الغين بتاعت تغرق تتقلقل، نفس الملحوظه اللي قلتها للبشمهندس سعيد، ان انا لا حروف يعني الغين هنا عليها سكون، بس احذر دي مش من حروف القلقله، مش هقول تغرق. تمام. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت. تمام. اتفضل يا استاذ احمد. احنا من الدروس اللي احنا اخدناها برضو كانت دروس التفخيم والترقيق، انا ما اعرفش يعني انتوا اخدتوها مع الاستاذ محمد ولا لا، بس احنا اخدناها هنا. عايز اقول كلمة اللهم صل على النبي. متفقين؟ ايوه تمام. جدارا. الالف دايما قلنا الالف احيانا تفخم واحيانا ترقق. طب متى تفخم الالف ومتى ترقق؟ حسب ما قبلها، الالف بتتبع ما قبلها. تمام. لو اللي قبلها حرف من حروف التفخيم اللي هو حروف خص ضاط قظ، تمام، يبقى الالف دي ستفخم. لو اي حرف تاني يبقى الالف دي سترقق. فانا هقول جدارا. واما الجدار، مش هقول الجدار. تمام. تمام كده. اتفضل.
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان الغلامين وأقرب وليست وأقرب وأقرب رحما الباء مفتوحة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد ويا رب كده تكون معنا دايما في الحلقة في الأيام القليلة المتبقية بإذن الله جزاك الله خيرا أستاذ أحمد أنا بس عايزك تسمع مني آخر آيتين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما الملاحظة اللي خلاص عرفناها حروف القلقلة تقلقل أي حرف غير حروف القلقلة لن تقلقل مش هقول رحما رحما وأقرب رحما وأقرب رحما تمام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كنز لهما ها فاكرين الحكم ده كان ايه يا جماعة ايه الناس فاكرة كنز لهما ايه تمام هو انا قلت كنز لهما فناس قالت اخفاء وده صح النون الساكنة جاء بعدها حرف الزين يبقى هنا اخفاء بغنة وبعد كده جه عندنا تنوين جه بعديه اللام اللام من حروف الادغام بدون غنة يبقى الحكم هنا ادغام بدون غنة كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرج شايفين الخاء حرف الخاء تمام حرف الخاء من حروف خصة ضغط القوم تمام يبقى حرف الخاء هنا مفخم تمام امال ايه اللي بيخلي الطلاب احيانا بيضعفوه يستخرج ما بيقولوش يستخرج لان حرف الخاء وقع قبليه حرف التاء وهو من حروف الترقيق وقع وراء حرف راء مكسوره وهي ايضا مرققه
جه ضعف على حرف الخاء، لكن انا لازم اكون حذر. وانا بقول او دايما بنقول اول ما بيجي شويه حروف مفخمه جنب حروف مرققه، اخد لبالي ان انا المفخم اطلعه مفخم والمرقق اطلعه مرقق. اقول ويستخرج، ما اقولش ويستخرج. ويستخرج غلط، ويستخرج غلط، اقول ويستخرج. اطلعها صح ازاي؟ قلنا دايما في التفخيم مد شفتينك الى الامام، تمام، قليلا الى الامام، واملى فمك بصوت الحرف يستخرج يستخرج، تمام، ما اقولش يستخرج، تمام. في الترقيق قلنا ان احنا بنعمل العكس، بعمل ايه؟ بعمل برجع شفتيني الى الخلف كما لو كنت ببتسم. طيب نكمل. احنا معانا مين عايز يقرأ؟ معانا استاذ الباشمهندس اشرف، باشمهندس محمد مصطفى. طيب اتفضل يا باشمهندس، ابتداء من الآية 83. جزاك الله خيرا يا استاذ احمد، ويا رب كده تكون معانا دايما في الحلقه في الايام القليله المتبقيه باذن الله. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم. استاذ احمد انا بس عايزك تسمع مني اخر ايتين. مكنا له في الأرض وآتيناه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الملاحظة اللي خلاص عرفناها، حروف القلقلة تقلقل، أي حرف غير حروف القلقلة لن تقلقل. مش هقول رحما رحما وأقرب رحما وأقرب رحما، تمام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كنز لهما. ها فاكرين الحكم ده كان ايه يا جماعة؟ ايه الناس فاكرة؟ كنز لهما. فأتبع سبب حتى، تمام. هو انا قلت كنز لهما فناس قالت اخفاء، وده صح. النون الساكنه جاء بعدها حرف الزين، يبقى هنا اخفاء بغنه. وبعد كده جاء عندنا تنوين، جه بعديه اللام، اللام من حروف الادغام بدون غنه، يبقى الحكم هنا ادغام بدون غنة. كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا. شايفين الخاء؟ الخاء حرف الخاء، تمام، حرف الخاء. الخاء من حروف قص ضغط القوم، تمام. يبقى حرف الخاء هنا مفخم، تمام. امال ايه اللي بيخلي الطلاب احيانا بيضعفوه؟ يستخرج ما بيقولوش يستخرج، لان حرف الخاء وقع قبليه حرف التاء وهو من حروف الترقيق،
وقع وراء حرف راء مكسورة وهي أيضا مرققة، فجه ضعف على حرف الخاء. لكن أنا لازم أكون حذر، وأنا بقول أو دايما بنقول أول ما بيجي شوية حروف مفخمة جنب حروف مرققة أخد لبالي إن أنا المفخم أطلعه مفخم والمرقق أطلعه مرقق. أقول ويستخرج، ما أقولش ويستخرج، ويستخرج غلط، ويستخرج غلط، اقول ويستخرج. اطلعها صح ازاي؟ قلنا دايما في التفخيم مد شفتينك الى الامام، تمام، قليلا الى الامام، واملى فمك بصوت الحرف يستخرج، يستخرج، تمام، ما اقولش يستخرج، تمام. في الترقيق قلنا ان احنا بنعمل العكس، بعمل ايه؟ بعمل برجع شفتيني الى الخلف كما لو كنت ببتسم. طيب نكمل. احنا معانا مين عايز يقرأ؟ معانا استاذ الباشمهندس اشرف، باشمهندس محمد مصطفى. طيب اتفضل يا باشمهندس ابتداء من الآية 83. تمام باشمهندس، اسمها فله جزاءً الحسنى، جزاءً الحسنى، تمام. بنقول ايه؟ بنقول ايه الحكم دوت برضه عشان نبقى عارفينه، او هي ليه اتقالت بالشكل دوت جزاءً، تمام، اخرها تنوين. والتنوين احنا قلنا ان التنوين صوته بيكون فيه نون ساكنه، تمام. طيب نون ساكنة بعدها حرف الهمزة اللي هي موجودة في الحسنة، الحسنة دي همزة وصل، تمام، فتنوين بعديه همزة، الحكم زي ما قالت الأستاذة فاطمة والأستاذة أسماء إظهار، إظهار التنوين. هأظهر حرف النون اللي موجود في التنوين، هقول جزاءً الحسنى. طيب هي ليه ظهر فيها الكسرة؟ ليه قلت جزاءً، جزاءً الحسنى؟ ليه كسرت التنوين كده هوت؟ ده المفروض ان ده تنوين بالفتحة، اقول جزاءً، جزاءً. طيب ايه اللي خلاني كسرت التنوين كده؟ ليه بقول جزاءً الحسنى؟ قال لك لان احنا بنقول دي نون ساكنة، النون اللي موجودة في التنوين دي نون ساكنة، اللي بعدها همزة وصل، همزة وصل اثناء الوصل لا تنطق. طيب شوف كده بعد همزة الوصل دي في ايه؟ الحسنى، اللام عليها ايه؟ سكون، تمام. يبقى دلوقتي انا عندي السكون بتاع التنوين اللي هو نون ساكنة، وعندي السكون بتاع حرف اللام اللي موجود في كلمة الحسنى، وبينهم ده همزة وصل لا تنطق. فعشان لا ينتقي عندي ساكنين، ما يبقاش عندي سكون ورا سكون، الحل هو ان انا اكثر من السكون الاول، عشان كده جزاءً الحسنى، تمام، رغم ان هو تنوين بالفتح، جزاءً ان تنوين بالفتح، لكن بكسره سنة علشان الكسر دوت الاولاني حتى لا ينتقي ساكنين، جزاءً الحسنى. وعمل صالحا فله جزاءً الحسنى،
تمام. ومعلش انا اسف. من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذي القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خيرا فاعين الله خيرا يا باشمهندس فاجعل محمد، جزاك الله خيرا، وارجو ان انت دايما تكون معانا في الحلقه طبعا بمساعده الباشمهندس اشرف، فانا بشكرك، وبس ارجو منك ان انت تستمع مني للايات الاخيره مره تانية. جزاك الله خيرا يا باشمهندس، شكرا جزيلا، واستمع مني للايات الاخيره مره تانية. شكرا.